والآن مع بانوراما أونلاين وأبرز التداولات في منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية. عاد اسم المقدسية ابنة حي الشيخ جراح منى الكرد ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مجموعة صور لها وهي موجودة في قطر تشاهد مباريات كأس العالم، وحرصة الكرد أن تغتنم فرصة وجودها في العاصمة القطرية الدوحة لتناصر قضية الأسرى الفلسطينيين وإيصالها إلى العالم. فظهرت منى الكرد مرة وهي ترتدي قميصاً عليه صورة الأسير الفتى أحمد مناصرة، وكتبت معلقة على صورتها التي نشرتها على صفحتها في موقع إنستغرام: الحرية للأسير الطفل أحمد مناصرة، الحرية لكل أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، أوقفوا نزع الطفولة. وفي مشهد آخر نشرت الكرد من على مدرجات ملاعب المونديال صورة أخرى لها وهي ترتدي صورة الطفلة الأسيرة نفوذ حماد، وعلقت الكرد على الصورة: أحمل معي هذه المرة في مباراة المغرب وإسبانيا صورة ابنة حي الشيخ جراح الطفلة الأسيرة نفوذ حماد، نفوذ لم تعش طفولتها، حرمها منها الاحتلال الإسرائيلي الفاشي، هي وكل أطفال فلسطين، نفوذ ستكمل العام في سجون الاحتلال بعيدة عن أهلها. واخترنا لكم هذه الصورة أيضا لمنى الكرد وهي تناصر قضية الأسرى الفلسطينيين، هذه المرة ترتدي صورة للأسيرة الجريحة إسراء الجعابيس، وكتبت معلقة: من الدوحة هنا فلسطين، نحن أبناء هذه القضية ورسلها، نحمل حزنها وهمومها، فرحها معنا أينما حللنا وارتحلنا. في الصورة معي إسراء جعابيس الأسيرة الجريحة التي حرقت في سيارتها بعد أن أطلق جندي إسرائيلي النار عليها على حاجز عسكري عام 2015. إسراء تتألم منذ ذلك الوقت ومحرومة من العلاج ومن مشاهدة ابنها معتصم يكبر أمام أعينها. لا تنسوا الأسرى، تحدثوا عنهم. ولكن كل ذلك لم يعجب ما تقوم به ابنة حي الشيخ جراح المقدسية منى الكرد مناصري اليمين المتطرف في إسرائيل، فبدأوا بشن هجمة إعلامية شرسة ضدها ومهاجمتها فقط لأنها تحمل قضية وهم شعبها أينما راحت وأينما ارتحلت. فكتب أحد الناشطين المتطرفين معلقا على خبر جاء في صحيفة إسرائيل هايوم اليمينية تناول فيه صور منى الكرد، كتب هذا الناشط مخاطبا المتطرف إيتامار بن غفير: بن غفير عندك كتير شغل مع الإرهابيين ومساعديهم، ما يسمحوا لها ترجع البلد، خليها تضل بقطر وتستمتع بحقوق المرأة المتاحة هناك، احرموها من بطاقة الهوية الإسرائيلية. وأيضا علقت منظمة ليخ يروشلايم المتطرفة محرضة على ابنة الشيخ جراح: منى الكرد هي آلة تحريض ضد إسرائيل وتمولها جهات خارجية، يجب أن نوقفها. وأخيرا نترككم مع هذا الفيديو الذي أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مشاركته على صفحاتهم لمنى الكرد ابنة حي الشيخ جراح خلال جلسة قصصية نظمتها مؤسسة قطر تروي فيها قصة حي المقدسي بأكمله، حي الشيخ جراح. تعودنا إنه كل يوم عندنا شهيد؟ لا والله ما تعودنا، وإحنا بدنا نعيش، إحنا بنحب نعيش. اللي بيرفع العلم داخل القدس أو الداخل المحتل يسجن، لما نشوفكم رافعين علمنا هذا يعني لنا الكثير، واللي بيعني لنا أكثر لما نشوفكم بتحكوا فلسطين. نعيش وتحيا فلسطين لتسمع الدنيا: أنا هنا وهنا أنا، أيأخذ الديك إذنا للصياح، أنا حي الشيخ جراح. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا البانورامية، دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.